فبعث الله غرابا مع حسن شاهين والدكتور سعيد حنتوش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، يا من تستمعون إلى هذه الإذاعة الرائعة، بكم وبقلوبكم وبأرواحكم الطاهرة الجميلة أرحب بكم ومع الحلقة رقم 5، حلقة 5 في برنامج فبعث الله غرابا. نحن يا إخوتي الكرام، أنا وأخي الدكتور سعيد حنتوش اللي إحنا عاملين هذا البرنامج، وحقيقة علشان أكون منصف الدكتور سعيد هو اللي كتب السيناريو وكتب الحلقات، وأنا طبعا يعني مهمتي إن أنا أناقش الدكتور سعيد وأخرج منه المعلومات. هو سوى رسالة في فلسفة العلوم في سلوكيات وحياة الغربان في مدينة جدة. في الحلقة 4 تكلمنا عن العدالة الاجتماعية في حياة الغراب، ولو كان الغراب ارتكب غلط وعمل أي مشكلة يعاقب وتعقد له محاكم، ويعني يعاقب بأشد العقوبات قد تصل، إن كان قام الغراب لا سمح الله باغتصاب غرابة يعاقب، وإن ثبت ويحاكم وإن ثبت عليه الجرم يقتل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي كل المسلمين من هذا الجرم الخطير. لكن أنا أشكر الدكتور سعيد إنه ذكر دي القضية حتى نشوف إنه الفطرة الإلهية الكاملة الوافية الرائعة، فطرة المغروسة في القلوب، ترفض الغلط. الله عز وجل شرع الزواج، المؤسسة الرائعة الممتعة الزواج، وحرم ما دون ذلك. دكتور سعيد، احنا الان في الحلقة 5، وانا شايف الورقة اللي قدامي مكتوب عليها الصبر. يعني انا لو بدي اتكلم عن الصبر في حياة الناس بدي اخذ كلام كثير، لكن الصبر في حياة الغراب موجود؟ طبعا لو احنا عرفنا ان الغراب اصلا هذه المنطقة ما هي منطقته، هو من الكائنات اللي تعيش في الغابات، ولكن يعني انت قصدك على منطقة جدة او مدينة جدة؟ ايوه لانه هذه تعتبر منطقة مفتوحة، منطقة ما عندنا صناعية. غابات احنا. ما عندنا ايوه ساحل ايوه، هو مدينته الغابات، فيكون يجيك من غابات. طب ايش جابه صحيح من بعيد يا دكتور سعيد؟ طبعا في وسائل متعددة ومن ضمنها السفن. علشان المستمع الكريم والمستمعة الكريمة يعرفوا، لما الحين يقولوا والله ايش جاب الغراب من الغابات في افريقيا الى جده، ولا ايش جابوا من الغابات في الهند الى جده، جاء مع السفن. ايوه، هو يكون احد الطرق انه جاء مع السفن واخذ فتره طويله لين تكاثر، وبعدين ظهر على السطح كمشكله باعداده، لانه هو تقريبا في السبعينات اللي بدا يظهر، واخذ الفتره هذه 1971 72 زي كذا الين جاء الوقت هذا، صار اعداده كبيره، وهذا هو اللي ادى لانه يتم مكافحته. طيب احنا الحين تكلمنا في بدايه الحلقه عن الصبر ورحنا وصلنا الى تكاثر الغربان. طب الصبر يعني هو بيصبر على ايه؟ هل مثلا والله بيصبر على مر الزمان وفراق الحبيب لا، يعني انت الحين تخيل غراب جايك من الهند الين يوصل عندك هنا. التحمل طبعا هذه فيها يحتاج لها إلى عزيمة وإصرار. أنا فهمت قصدك. أنت قصدك أن الغراب اللي سافر من آخر الدنيا إلين ما وصل هنا معناته أنه هو إلين يكون نفسه ويكون نفسه ويتزوج. طيب أنا أبغاك تسمح لي أنه في اللقاء اللي بعد هذا اللقاء ده خلص، أني أبغى أتكلم أستفيد من الصبر في حياة الناس، لأنه إحنا نستفيد من حياة الغراب. أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة 5، انتظرونا في الحلقة 6 وفي أمان الله.